الفرنساوي فلحد الصيف إن شاء الله، وربنا يسهل إن شاء الله على الخطوة الجاية في الصيف، فين لسه معرفش، اللي قدم ربنا خير. وإن شاء الله عشان في ناس كتير يعني بتسألني في المستقبل ألعب فين، يعني في نمسا، منتخب نمسا أو منتخب مصر. أنا طبعا نفسي ألعب في منتخب مصر وتحت أمر البلد في أي وقت، وإن شاء الله ربنا يسهل إن أنا أكون مع منتخب مصر الأول إن شاء الله، وده حلم أي حد، أي حد يتمنى يلمس تأثير.